التي تجمع كل الشعب المصري في أيام مقدسة وأصوام واحتفالات وأعياد مفرحة بفضل اتحاد الشعب كيد واحدة تحت قيادة حكيمة، رئاسة السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه من القادة في كل المحافظات وكل الفروع، وأيام سعيدة في احتفالات تحرير سيناء، وسيناء أرض مباركة ومقدسة زارتها أغلب الأنبياء، وتباركت بقدوم العائلة المقدسة والسيد المسيح والسيدة العذراء، دخلوا أرض مصر من خلال شمال سيناء ومشوا في أرضها وتجولوا في ربوع أرض مصر وشربوا من ماء نيلها وأكلوا من ثمارها واستنشقوا هواءها، وتباركت مصر في الكتب المقدسة بالقول مبارك شعبي مصر، ربنا بارك الشعب في مصر. ولذلك وإن مرت بتجارب وضيقات، ولكن زي ما بيقول كده قداسة البابا تدرس إن العالم كله في يد الله ولكن مصر في قلب الله، وفعلا ده الواضح على مدى التاريخ والأزمنة والأجيال. فمصر محروسة ومحفوظة بالعناية الإلهية وبالاختيارات الحكيمة لقادتها والمسؤولين فيها. وربنا سيحفظ مصر هكذا بتضامن شعبها واتحاده وبالروح الواحدة والقلب الواحد والمحبة المشتركة والهدف الواحد، سلامة الأرض وحمايتها والنهوض بها وتنميتها لتكون في مكانتها العالمية التي يريدها كل المسؤولين وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونحن في عيد القيامة المجيد وكل المناسبات نجتمع معا لنفرح معا كمثل للشعب، أن يكون كل الشعب المصري يد واحدة وقلب واحد وهدف واحد والآمال واحدة، والقيامة أعطتنا أن تكون الحياة على الأرض ليست هدف ولكن أصبحت وسيلة، وسيلة لحياة أبدية سعيدة. لو كانت الحياة على الأرض هي الهدف كما كان يقول بعض الفلاسفة في القديم، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ولكن القيامة أعطت مفهوم أنه توجد حياة أفضل، وحياة ليست مرتبطة بزمن ومحدودة وقصيرة مهما طال الزمن، ولكنها حياة أبدية ليس لها نهاية. والحياة الأبدية أو الحياة الأخرى ستفرق بين
من سلك في الحياة الدنيا كهدف، ومن استخدم الحياة الدنيا كوسيلة ليصل بها للحياة السعيدة، الحياة الأبدية، حيث النعيم الدائم. وهذه تعتمد على سلوك الإنسان في الحياة بالجسد على الأرض، الذي يعمل اعتبار لحياته الأبدية، يسلك بقيم ومبادئ، ويسلك بالمحبة. نهنئ كل الشعب المصري بالأيام المباركة للأصوام والأعياد وعيد تحرير سيناء. نهنئ سيادة الرئيس وكل المعاونين وكل القادة في شمال سيناء والمسؤولين في كل القطر المصري، وربنا يعيد الأيام بخير علينا كلنا، ويجعل كل أيام مفرحة وأعياد بتضامننا ومحبتنا وسلوكنا بأهداف سامية دائمة من أجل حياة أفضل، الحياة الأبدية. كل سنة وأنتم طيبين، وشرفتونا وباركتونا وفرحتونا، ربنا يعد الأيام بخير علينا كلنا.